ضد دكتورة فاطمة سيد أحمد رئيسة التحرير اللي فرضها علينا المجلس الأعلى للصحافة. احنا طبعا مستمرين في الوقفات الاحتجاجية لحين إقصاء دكتورة فاطمة سيد أحمد، ولن نتوقف عن الاحتجاجات، بل ان الأمر ممكن يتطور في الأيام المقبلة وممكن تشوفوا اعتصام مفتوح داخل الجورنال. طبعا امبارح عملنا وقفة احتجاجية قدام المجلس الأعلى للصحافة بنطالب فيه بضرورة التدخل السريع علشان يتم إقصاء دكتورة فاطمة سيد أحمد، وقبلها عملنا وقفة في نقابة الصحفيين، واحنا بنستمر وبنواصل الوقفات دي. طبعا وقفتنا نتيجة ان الدكتورة فاطمة سيد أحمد لا تتمتع بالمهنية الكافية اللي تؤهلها انها تبقى رئيسة لتحرير جورنال يومي زي جورنال روزا اليوسف، وحال رئيس التحرير للتأديب او للجنة التأديب وده للتحقيق معاها في موارد طبعا من تجاوزات، ده نقطة إيجابية وتحسب لمجلس النقابة، ولكن أيضا احنا محتاجين جهود مكثفة، محتاجين مساندة من مجلس النقابة لأنه هو الحامي للصحفي وحقوقه وهو الحامي للمهنية في الصحف. احنا مستمرين في الإعصاب. كمان عايز أقول إنه دكتورة فاطمة السيد بتهدد الناس بتحويل بعض أوراق الناس للنائب العام، بتهم طبعا بتلقيها جزافا، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه اتهمت احد الزملاء بانه ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، وده علشان شكك في انه او يعني تسيس الموضوع وتصبغه بصبغه سياسيه انه احنا اخوان، وهي دايما بتلتصق بالجيش ودايما بتقول انه هي الجيش وهي انه الجيش معاها وانه الرئيس معاها، واحنا طبعا بنقول لا طبعا احنا كلنا وقفنا، وكل روزا اليوسف كانت بتكتب ضد الجماعه، ضد الممارسات السلبيه لجماعه الاخوان المسلمين في الفترات السابقه، وتاريخ روزا اليوسف النضالي من ساعه ما طلعت وحتى الان كان ضد الجماعات المتطرفه وضد التطرف، ومش دكتوره فاطمه السيد هي اللي هتيجي هتقول او هي اللي هتزايد علينا. فعلا في غايه السوء. عايز اقول لك ان الجرنان احنا عايزين رئيس تحرير يجي يهرب من المكان وليس ينزل بينا، ينزل بينا في 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 يعني في الهاويه. احنا من ساعه ما جت واحنا فعلا في مشكله، في عندنا ازمه مش عارفين نعمل ايه. كل شويه كلمنا مجلس الاعلى، كلمنا الصحفيين، يا جماعه ما ينفعش، بتعاملنا معامله وحشه جدا، بتهددنا بالجيش لان هي محرره عسكريه، دايما بتهددنا بالجيش، تقول طلع الجيش، فاحنا بنطلب الاقاله ليس الا، وكل احترام احنا اتفضل حضرتك اتفضلي خلاص كده، شكرا جزيلا، مهمتك معانا انتهت، انت لا تصبحي رئيس قسم وليس رئيس تحرير كمان.